أهلا بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان في كل مرة أنزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن. الفيديو ده هعلن فيه عن أسماء الفائزين في المسابقة. الحقيقة إن الناس اشتركوا وأنا سعيدة جدا باشتراكاتكم وعملتوا اللي أنا طلبته منكم. حاولت إن أنا يعني بدل ما يبقوا 3 جيت قلت لكم امبارح تقريبا او اول امبارح ان هم هيبقوا 4 فايزين، انما انا خليتهم 5 لان انا لقيت ان انا عندي قصة تانية. اوكي كنت اتكلمت برضو عنها في الفيديو. والفائز الخامس هديله كتاب تعليم لغة إيطالية اللي هو بارلو إيطاليانو، لأن أنا لقيت ناس كتير اشتركت وأنا الحقيقة يعني حاولت إن اخلي ناس كتير تكسب على قدر الامكان، ولكن ده عدد الكتب اللي عندي. فاسماء الفائزين هنقولهم دلوقتي ويتواصلوا معايا على الانستجرام او الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات اللي ممكن تتواصلوا معايا فيها علشان تقولوا لي عنوانكم وابعتها لكم بالبريد الايطالي. طبعا تقولوا لي عنوانكم اللي هي في ايطاليا اوكي علشان اقدر ابعتها لكم، لان طبعا العناوين اللي في مصر مش هينفع خاصة مع الوضع الحالي. فاسماء الفائزين هنشوفهم دلوقتي على الشاشة. دول الخمس فائزين معانا: إيمان شوبير، مورا لوكا، إدفيلي رشيد، روزا روسا، أسامة سعيد. أوكي دول الخمس فائزين. أنا يعني حاولت زي ما قلت اخلي كذا حد يفوز، ولكن عدد الكتب اللي عندي وانا عارف ان في ناس اشتركت وكتبت، ولكن لو توافر عندي كتب تاني هخليكوا تكسبوا من غير حتى ما تقولوا. وتواصلوا معايا في خلال يومين، يعني النهاردة بكرة ولحد يوم الاثنين علشان اشوف هبعت لكم الحاجه ازاي. متنسوش تتابعوني على جروب الفيسبوك تعلم الايطاليه مع لارا او الانستجرام ليرن ايطاليان ويز لارا، واشوفكم الحلقه الجايه.